مانويل جوزيه وريكاردو سواريز. النادي الأهلي يعلنها، مانويل جوزيه أكد لنا أن ريكاردو سواريز هو الأفضل في الوقت الحالي لقيادة النادي الأهلي. وأكد النادي الأهلي أنه بالفعل هناك مسؤول ربما يكون خالد مرتجي تواصل مع مانويل جوزيه من أجل استطلاع رأيه في المدربين البرتغاليين المرشحين للنادي الأهلي بشكل عام، من ضمنهم روي فيتوريا. لكن مانويل جوزيه أكد للنادي الأهلي على أن مدرب جيل فيسنتي ريكاردو سواريز هو الأفضل والأقدر، وأن اختياره سيكون أمر جيد للفريق لما يملكه من إمكانيات فنية عالية ظهرت مع نتائجه في الموسم الماضي مع جيل فيسنتي في الدوري البرتغالي، والتي كانت السبب في منحه جائزة مدرب الشهر مرتين في الموسم الماضي. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك معنا في القناة، يصلك كل جديد عن النادي الأهلي.